مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ويلها في أسرارها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار تنهش بروحي، أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. دفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. صار عندش الصداع؟ من بدت مشاحناتنا تزيد، بس هالمرة الصداع ما طاع يخوز. كليت حبتين
بس بدون فايدة، وخضيت غيرهم وغيرهم. ويوم قال لي طلال هذيك الكلمة حسيت الأرض تدور بي، وما شفت نفسي إلا وأنا في المستشفى. متأكدة إن الصداع ما محاولة للهروب؟ لو كانت محاولة هروب كان ألمها أهون من ألم الطلاق. على الأقل اختصرت انفعالات كثيرة. غلط، لأن الحياة مواجهة، والهروب اللي تقصديه يستخف بالحياة. حمدي ربك وشكري على النعمة اللي عطاش إياها، وإنش طلعتي بخير، والأهم استغفري. طلال بعدش ما راضي تتكلمي عن مشكلتش مع اللي عندي ما ينقال. معقولة بعدها ما عرف وما حد عرف للحين؟ أمي عرفت، وأظن إن عمتي موزة شاكة في الموضوع، ومحاولات كيفر إنه يتقرب مني في الفترة الأخيرة دليل على إنه قالت له. يتقرب منش بس لانه يبى يعرف اذا كنتي حامل؟ هو كثير اتناقض مضطرب، ما اعرف وش مشكلته. بس جيفر من حقه انه يعرف. وين بتسيري وانتي بهالحالة؟ أنا بخير، بس البيت ارتاح شوية. على راحتك، سلميلي على عمتي شريفة. الله يسلمك. بنبدي من جديد. انا كنت بلا عقل مجنون. صدقيني ما كنت في وعي ذيك الساعة، الغضب خلاني اقول اشياء ما كنت اعنيها. ليلى فتح الباب، فتح الباب يا ليلى.
وش أسوي؟ قلت لكم تعالوا هني، ما حد رد علي. إنزين، أنا بيع عندكم بعد كم يوم. آه عندي إجازة وبأقضيها عند أهلي فيها شيء. عندي مفاجأة، ومفاجأة حلوة بعد. لا 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 لا، ما بقولش، يوم بي بتشوفيها. لا تستعجلي، يومي بتشوفيها. زين بترياك لي ماتي علشان اشوف هالمفاجأة. فمان الله. لو سمحتي تعرفي خلود؟ ها؟ وش علاقتش فيها؟ ماشي، بس احب اعطف على امثالها. هذول مساكين ما لهم حد، يقطعوا القلب. ما اعرف حويش حاسه في غموض بدوافع عطفش، حويش خلود بالذات، وحويش الهدايا اللي بي. عندي مفاجأة وما بقول لش عنها إلا إذا رديتي. ما أقدر يا ولدي، ما أقدر. وحوش يا عمي، عمتي موسى بتفرح بشوفتك، الكل يعرف انها محتفظه بصورتك تحت مخدتها. ايه يا سيف، ما صدقت التهمه اللي اتهمني اياها يدك بالزوف، لكنك ما عرفت ان ثياب هو اللي قتل ابوك. عمي قاسم، عمي قاسم، وين سرحت؟ ما اقدر امشي سحاري يا ولدي، ما اقدر. وبتصبر عن دلال؟ يوم بتكون تحت عين عمتها وتحت عين شريفه كانها تحت عيني. الحلوة جايب معك ضيوف؟ انزين خبرني من هم؟ انزين يا ولدي، برتب لكم حجرة الضيوف. متى بتيو؟ باكر في الليل؟ توصلوا بالسلامة إن شاء الله. بذهب العشاء. وداع الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بنتي. خير ما؟ أخوش سيف متصل يقول بي باكر ومع ضيوف. يعني هذه هي المفاجأة. مفاجأة ويش؟ سيف اليوم الصبح كلمني وقال إنه بيجيب مع مفاجأة، وكان متحمس وفرحان، وأتمنى أن تكون هذه بداية تغيير حياته وخروجه من الكآبة. والله يعني أول ما يجي أقدر أزوجه؟ أعتقد. وضيوفه؟ إذا تحليلي طلع صح استقبليهم أحسن استقبال. أنا أذنش بس أبدل. أنت لين متى بتتمي ضم السر؟ أول مرة حملت فيها
ما كنت عارفة ويش أقول. وحمد بس كلهم عرفوا، ويوم نشدتهم قالوا الحامل تنعرف من دوسة ريولها. خبري جيفر يا حبيبتي. ما يستاهل. الله الله، وش الروايح الحلوة؟ وش أسوي؟ هذا أخو السيف متصل مرة ثانية ووصاني أرتب الحجرة وأبخرها. ما أعرف وش سالفته. شوفوا يا أمي الحنونة، أعتقد والله أعلم أن ولد الشاء أنه متزوج أو يبغى يتزوج. يا رب الله يسمع منك يا سما. إن شاء الله. يلا خليني أساعدش. ندوش. ما أوصيك على بنتي يا سيف. هذه ما يبغى لها وصايا يا عمي. دلال في عيوني. ها ما بتغير رأيك وبتي معنا؟ كفاية أن الدلال بتشوفها. بسكم يا بنتي بسكم، قدامكم درو. توكل على الله. كان ما تبغى تشوفني. تعالي يا تعالي. أنا ما يرتاح قلبي غير يوم أشوفك. تعالي يا تفضلي يا موسى. وايش اللي شاغلنك ومخلنك بعيد عني؟ حتى ما تسأل خذت وياتي ولا لا؟ وين صرت؟ ومن وين يجي؟ أحسك بدنيا غير دنيا. ما في شيء يا موسى، ما في شيء. يبان نسافر أنا وياش مثل أيام زمان.
مثل ايام زمان. وهالمره شهرين بس يا موزه، اعطيني فرصه اطمن على جيفر وطلال. قولي لي وش يقول الشاعر البيت اللي يقوله نقيلك ربيع لما يعني لما تبي تسافر. ها شرو الشاعر يوم يقول لين بغيت تشوم نقيلك ربيع باهس ويطش من عينه شرار. هذا ذياب تواني يطش من عيني شرار؟ السلام عليكم. هلا بنت عمتي. خلا بوصلك. شكرا ابا امشي. فهد ما بيننا هالاشياء، اعرفك ما تبى تبين حاجتك. يلا تفضلي قدامك رحمن، البيت قريب. على راحتك، مع السلامة. هذه آخر مرة أشوفك داخل هالبيت. ليش صرت تكرهيني؟ أنا اعتذرت لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلال! طلال تعديت حدودك وايد يا طلال. لا تتدخل بيني وبين حرمتي. اسمع، هن باقيات طلقتين. قول هنا فكونا مقم. افا يا ابو فهد افا، ما كنت اعرف ان قلبك اسود، لكن اسمع انا غلط غلطه عمري لما طلقت ليلى، وهالغلطه ما راح تتكرر ابدا. صليت حاتي أكيد سيف مخبرنش، وانتي ما طاح تقولي لي. صدقيني ما قال غير انها مفاجأة، بس إحساسي يقول انه جايب معه عروسته. تحسبيني صدقتش؟ سيف يتزوج؟ خليني أشوف بعيني أول وعقب بصدق. كم هو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟
دلال زوجتي. وهذه الدكتورة سماء أختي. مبروك يا عروسة. ما ويش بتوقفون هني؟ تعالي دخلي بيت بيتك. من هذا اللي ماسك؟ وش دراني أنا؟ واحد سيارة واحدة؟ لا يكون تزوج من غير ما يخبرني. أنا عمه كبير العيلة ومن هذيل اللي يزوجوه من غير ما يكونوا أهله حاضرين. وش دراك أصلاً إنه متزوج؟ سيف متربي ما يركب أي واحدة بسيارته. خلي عنك هالنعرة وتعال معي وهناك بنفهم السالفة إذا سيف متزوج ولا لا. ما يسوى سيولة محاسبة. أروح ألبس كمتي. هذه صوري والمليك يسألني وأنا أقول له قبلت. زين وهذه الصورة الثانية. إيه؟ هذا هو هذا عمي قاسم أبو دلال وأخو عمتي موزة. أبو دلال بس قاسم. عمي قاسم عايش من سنين في الشرقية من بعد هذيك السالفة. أي سالفة؟ بشرح لك كل شيء بعدين. وتوعد خلونا نفرح بهالمناسبة وبقولكم كل شيء بعدين. سيف ياي ويايب معه واحدة. كيف يعني ياي معه واحدة؟ انت يبالك بارض لحد ما تفهم. علامك عساه خير. ما توك تقول ان سيف متربي وما يب معه اي واحدة؟ معناتها تزوج. مين هذيل اللي زوجوه بدون علم وشور اهله؟ انا عمه وكبير العيلة. يتزوج بلا شوري؟ ما يستوي. اوهو تراكم حيرتونا. سيف تزوج ولا ما تزوج؟ خلنا نصير نشوف بدل لا تتضاربوا. بعدين يا صفية المهم توك أباش الزهبيلي أحلى عرس. هلا هلا سلمى كيف حالك؟ ودعاء الله. هلا شريفة. كأني سمعت كلمة زواج. تتزوج من غير شوري يا سيف؟ حبيت أسويها مفاجأة. أنا تزوجت بنت الحلال يا عمي. وش هالمفاجأة الحلوة؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. وانت الصادق هذيل مفاجأتين.
عرفتيه؟ هذه دلال حرمة سيف وبنت أخوش. هدي نفسك يا عمتي، استريحي وانا بفهمش كل شيء. قادر اتخلص منهم كلهم. وما اعرف حويش ما قال لي من اول عن نفسه. يمكن كان يبغى يتاكد اذا كنت انا ود ناصر اللي هو يعرفه او واحد ثاني. وين قاسم؟ حوش ما يمحكم، قال بيخلص شوية أمور وبيلحقنا. أبا أسمع صوته، أبا كلمة. بنتي دلال، ديري بالك عليها، اعتبريها مثل بنتك يا موزة. بنتك معيوني يا قاسم، معيوني. هلا
لو تشوفي عمتي موزة وهي تكلم أخوها منظر ما ينوصف. تخيلي أكثر من 20 سنة وهي تفكره ميت. وحويش كان مختفي كل هالسنين. اتهموه إنه قتل أبوي بس طلع بريء. إنزين ودلال كيف شكلها؟ ما شاء الله عليها جمال وأخلاق وأدب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالي ما دريت؟ خير. سيف أخو سما تزوج. والله سيف بالبركة. لكن تزوج بنت من؟ بنت أخو عمتي موزة. يا الله الله. ها؟ بنت من؟ بنت العم قاسم أخو عمتي موزة. بس قاسم لا يا عمي، العم قاسم ما مات، كان شارد خايف لا يتهموه بقتل عمي ناصر. الله يغفر له. الله يغفر له ويرحمه. ما حد عرف من اللي قتله؟ نجدوا عمك بذياب هو اللي يعرف كل شيء. قاسم ما مات يا ذياب، ما مات. ها وش بس سويته؟ ها بس لو ترد الحارة يا قاسم كان أقدر أوقف وجه ذياب وأفضحه، لكن روحي ما أقدر. متى بترد يا قاسم؟ متى؟ عمي علي، حوش قلت لنا نسأل عمي ذياب عن اللي قتل أبوي. ما وقته الكلام تو يا بنتي، ما وقته. كل شيء في وقته زين. كل اللي أريد أقول لك إياه تو إنكم تديروا بهالكم على حلالكم. ترى اللي خلفوه حالكم أبوكم ويدكم ما شوية. ها قاسم طمنا على بنتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، إيش الأخبار؟ الحمد لله، دلال تعرفت على أهلها وأهم شيء على عمتها. الحمد لله. والحين إيش ناوي تسوي؟ ما أعرف، بعدني محتار. ترى القيض قرب يخلص وبعد كم يوم حن بنتربع، يعني بنرجع بلادنا. بترافقين أنت ولا لا؟ أنا مالي أهل غيركم يا شيخ، بس عندي أخت واحدة هناك. يا قاسم إذا كان لك حق لا تسكت عنه. حق؟ إيه يا شمي، سنين وسنين، من بيقدر يعوضني عن السنين اللي عشتها في خوف ورعب؟ من؟ الله كريم يا قاسم، الله كريم. ونعم بالله، ونعم بالله. أريد أقول لشياته إنكم تديروا بهالكم على حلالكم. ترى اللي خلفوه حالكم أبوكم ويدكم ما شوية. ما بغيتك شوية.
خير يا بنتي؟ وين الأوراق اللي عطاني إياها عمي ذياب؟ فوق في حجرتي، لكن حوشت به. ماشي، بس بتأكد من شيء، بصير أدورهن. تعالي ما تو. عمتش موزة مسوي غدا المعاريس. يا سلام، نحن بصراحة من زمان ما أكلنا أكل بهذا الطعم. كيف؟ طباخي ما حلو؟ عفا يا الوالد، أنت الخير والبركة، لكن اللمسة النسائية تعطي الأكل طعم ثاني. اترك عنك سوالف الطباخ والأكل وخبرني، ويش صار معك؟ لا جديد، البعثات رتم هو هو ما تغير. لا تنطبق عليك الشروط، وسنك أكبر من السن المطلوب. يا أبوي خلني أكمل غداي وأنسى هذا الإحباط. قلت لك ودر عنك سالفة الدراسة هذه وروح دور لك على شغل، بس هذه المرة ها دير بالك بعيد عن ذياب ولاده، وأهم شيء تشل ذيك الفكرة من راسك. أي فكرة؟ أوين باغي يبيع البيت اللي مشترينا حاله عشان يكمل دراسك يا سمعتي؟ فكرة حلوة، وأنا عندي المشتري. من؟ أنا. أنتي؟ ومن قال ليش إن أنا أبيع البيت؟ أنا مشترينه عشان أبيعه؟ بس أنا محتاجة حبيت أسكن فيه أنا وأولادي، وإذا ما بايعتني البيت بدور لي بيت غيره. أهم شيء ما أضايقكم. بيتي بيتش، أنتي دخلي وإحنا الطالعين لو بغيتي. أما بالنسبة لبيت أمش، أنا بعدني للحين ما كملت ليش باقي القيمة. أنا برد لك اللي دفعتهن حالي، وخلي فهد يدفعهن قسط أول للدراسة، والله يحلها في الباقي، وأنا أقدر أخذ له قرض يسدهن لما يشتغل عاد. ها وش قلت؟ لا لا يا ليلى، أنا ما أريد أكلف عليش. فهد أنت ولد خالي ومثل أخوي، إذا ما قبلت مساعدتي بتقبلها من مين؟ لا تعترض يا علي، أظن نية ليلى ما ترد البر حطلال. حلو، يعني حتى لو شرت البيت ما لها غيرك، وأنت اللي بتقدر تزوجها حفهد بعد ما تفتك من طلال.